حاله من الرعب كده بتصيب الاباء والامهات اول ما ابنهم يقع ايا كان سنه، يعني سواء كان رضيع او حتى طفل سنه سنتين ثلاث سنين، حاله من الرعب بتصيب الاباء والامهات، ازاي يتعاملوا في الحالات اللي زي دي؟ اولا انا مبسوط قوي ان حضراتكم استضفتوني معانا النهارده، عشان الموضوع ده مهم فعلا. ناس كتيره جدا بتبقى خايفه من ان هو ده يحصل. هو الموضوع مش بالخطوره دي طبعا، لازم ناخد بالنا كويس ولازم نامن الطفل، خصوصا في المرحله الاولى من حياته لما بيبتدي هو يكتشف ان هو بيعرف يقعد، بيكتشف ان هو عارف يتقلب وبعد كده يبتدي يحكي. هي الفكره ان ربنا سبحانه وتعالى برضو حمينا، حامي الجهاز العصبي. انا هتكلم بالذات على الجهاز العصبي، حامي الجهاز العصبي يعني العظم الجمجمه وبعد كده العمود الفقري اللي حامي النخاع الشوكي والكلام ده. فمحتاجين اصابه يعني قويه علشان نقدر ناثر على الجهاز العصبي. مع الاصابات اللي بتتكرر ومع الخبطات اللي احنا بنقول عليها خبطات سيجنيفيكانت، خبطات جامده، ممكن تعدي جهاز جدار الحمايه اللي موجود ده وتاثر فعلا على على المخ او على الحبل الشوكي. فهنا الفكره ان احنا قوه الخبطه هتفرق قوي. في اعراض كتيره تبتدي نفكر فيها واكيد معظم الناس بقت عارفاها دلوقتي، اللي هي اول حاجه طبعا لو مع الخبطه حصل فقدان للوعي، يعني الطفل يقول او يعني الاهل يلاحظوا ان هو اغمى عليه او حاجه بعد الوعي دي. اتنين، ممكن لو الطفل بعدها يشتكي من صداع شديد او يشتكي من لاحظ ان هو الطفل بيعاني من قيء متكرر. مش معنى كلامي ان اي طفل وقع ودماغه وجعته او رجع مره او اتنين او ثلاثه ان هو لازم يبقى فيه مشكله. بس دي علامات تدل ان احنا لازم نروح ناخد ندور على يعني نسعى الرأي طبي يعني زي ما بيقول. طب دكتور، الطفل هو صغير العظم الجمجمه بتاعه بيبقى لسه ضعيف قوي. فهل بتفرق الوقعه من لو كانت على وشه او على ظهره؟ فلو وقع على راسه من ورا مثلا يبقى فيها مشكله اكبر؟ هي قوه الخبطه او قوه الوقعه هي اللي بتفرق بيني وبينك. طبعا لو وقع على وشه ممكن يحصل كسر في عظم الجمجمه من قدام، ممكن يحصل كسر في عظم المناخير. وقع من ورا نفس الكلام، هي نفس الحاجه، هي قوه الصدمه هي اللي تفرق، هي دي اللي تفرق قوي. وقع منين؟ وقع من على مسافه قد ايه؟ هي طبعا تامين يعني انا في اطفال خصوصا بلكونات اللي بيطلع والطفل بقى بيكتشف هو في حاجه جديده شايفها بعد الشرح فبيقع. طيب للاسف عطفا على السؤال بتاع بسنت، ان الجمجمه بتكون ضعيفه بيكون في كمان فتحه للراس كده، دي حاجه بص هي الناس بتخاف اكتر كمان بسبب فتحه الراس. فتحه الراس دي هي الفكره ان عظم الجمجمه بيلحم عباره، عظم الجمجمه مش عظمه واحده، هي عباره عن مجموعه من العظام اللي بتلحم مع مرور الوقت. ففي الفتره الاولى من الحياه بتبقى الجزء اللي هو اللي قدام ده وفي من ورا كمان، بس الجزء من قدام ده بيبقى ظاهر لمعظم الناس. دي معناها ان لسه عظم الجمجمه لسه ما لحمش، يعني هو بياخد 6 9 شهور على ما تبتدي تلحم تماما. بس عظمه يعني على قد ما هي حاجه نقطه ضعف زي ما بنقول، ما نقطه قوه. لو في لا قدر الله زياده في ضغط المخ من جوه او حاجه بيبقى زي ما نقول لسه بيبقى فيه براح، يعني نقدر نتصرف بسرعه يعني. طب حضرتك اتكلمت عن انه لو حصل ووقع وعنده صداع او قيء بعد الوقعه هنا اروح للدكتور، طب اعرف منين بقى ان هو سليم؟ يعني لو في مع ان ممكن يبقى في خدشه او حاجه، بس انا الام مثلا بتبقى دايما خايفه على ابنها، اطمن ازاي بعد الوقعه انه لا انا ابني كده سليم؟ طيب اول حاجه الوقعه مش جامده. يعني مثلا وقع من على كنبه، وقع من ارتفاع مش عالي او حاجه. الحاجه الثانيه بعدها الطفل قام كويس مفيش حاجه، وقام يلعب ويجري ويتنطط، بياكل كويس بيشرب كويس، عارف الام وعارف الناس، يعني مفيش تغير في السلوك. دايما بقول ان الام هي اكتر واحده تقدر تقول انا ابني فيه مشكله او لا. ده مهم قوي. في بعض الاحيان الام انا ابني فيه مشكله، انا لا ده مش كده. طبيا مثلا لو بالفحص الطبي التقليدي هو انا شايفه كويس، هي تقول لي لا انا لازم هنا انا احترم كلامها جدا واخده بعين الاعتبار. الفكره ان احنا بنحاول على قد ما نقدر نقلل تعرض الطفل للاشعه. بصي احنا ما فيش اسهل من ان احنا نروح نعمل اشعات لكل الاطفال ونعمل اشعه مقطعيه مره واثنين وعشرة، بس طبعا ده غلط بكل المعايير. على قد ما نقدر
لو ينفع ان احنا ما نعملش اشعه ما نعملهاش، ومش معنى كلامي برضو انها مضره في حد ذاتها، بس هي الفكره انك مثلا عملت له فيلم اشعه ما تعملوش التاني لو تستغنى عنه، عملت له اتنين ما تعملوش التالت لو تقدر تستغنى عنه، بس لو مضطرين لا نعمل. لازم نبقى مطمنين ان مفيش حاجه من جوه لا قدر الله بتنزف او حاجه. بصي، هي الكسر بتاع العمود الجمجمه او حاجه في المخ بتبان فورا. تلاقي الام عارفه لا في حاجه غلط في ابني. وبيني وبينك برضو كل المستشفيات وكل الاماكن فيها اشعه مقطعيه، يعني ما بقتش زي زمان مثلا مفهوم حكر على اماكن معينه والتكلفه عاليه جدا، لا بقت متناوله جدا يعني.